لا تدخل الملائكة بيتا فيه فراش للشيطان، لا تدخل الملائكة بيتا فيه فراش للشيطان. طبعا أضرب لك مثال بسيط، لو أن إنسانا عنده 5 أسرة في منزله، وهذه 5 الأسرة يعني نام عليها هو ونام زوجته على سرير واحد والأمر الثاني وكذلك الأولاد، بقي سرير مجهز، الفراش، المخدة، البطانية، يعني مهيأ لأن ينام أي واحد فيه، هذا ترى هذا السرير هو للشيطان يبيت فيه كل ليلة. يقول صلى الله عليه وسلم: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان، والرابع للشيطان. فإذا احرص على أن يعني لا تمد البطانية وتجهزها والمخدة وتضبط، على الأقل يعني حاول أن تثنيها يعني تصفطها، أو تنزل على الأقل البطانية أو الوسادة ويسمونها ذي الطراحة أو كذا، حاول أنك تصفطها بحيث أنها ما تكون مهيئة لأن الشيطان ينام. ذكر أهل العلم إلا في حالة واحدة، إذا دخلت المنزل وفتحت الباب وقلت بسم الله الرحمن الرحيم فإن الشيطان لا يبيت معك. لكن أحيانا الإنسان ينسى، وأحيانا يدخل ما يدري هل سمى أم لم يسمي، فعلى الأقل ألا يكون هذا السرير وهذا الفراش تجهزه للشيطان عياذا بالله.